مجموعة أسئلة conceptual على electric potential. السؤال الأول بيقول the electric potential on the axis of a uniformly charged ring of radius r at a distance x from its center is given by. هو ال electric potential بيساوي إن يعني طبيعيا كده الفورمولا بتاعتها في أي مكان لو عندنا point charge kq على x, kq على المسافة, لكن kq على المسافة تربيع, ده بيمثل الالكتريك فيلد. هو كده بيديني كأني بيديني الكتريك فيلد تحت ار تربيع. هي عموما بتساوي كي كيو على اكس تربيع زائد ار تربيع الكل اس نص, لان كي كيو على المسافه, الشحنه متوزعه على المحيط. المسافه بتساوي اكس تربيع زائد ار تربيع تحت الجذر, يبقى هنا في جذر تربيعي او اس نص. ولما تبقى الاكس كبيره جدا الارض نهملها يبقى كي كيو على اكس مش اكس تربيع, فهي المعادله هي ناقص لها اس نص, فالفي بتساوي كي كيو على نفس ده اس نص, لان كي كيو على مسافه مش على مسافه تربيع, فالفورمولا دي فولس. بيقول the electric field lines always point from high potential regions to low potential regions. طبعا الكلام ده صحيح لو عندنا two points, الالكتريك بوتنشال بتاع A مثلا اكبر من البي, خصوصا الالكتريك فيلد تمشي من الاعلى للاقل في البوتنشال. لو كان البي هي الاعلى يمشي العكس. خلينا نقول كقاعده عامه الالكتريك فيلد لاينز دايما تتجه من الهاير بوتنشال لللور بوتنشال. يقول فروم هاي بوتنشال ريجن تو لو بوتنشال ريجن, كان ده صحيح فالفولس. لو قال العكس ده هاي ده ترو. لو قال العكس, لو قال تمشي من اللو للهاي نقول له فولس, لكن هو بيقول الجمله الصحيحه الطبيعيه ان هي بتمشي من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال, فالكلام ده صحيح, ده في سؤالنا ده ترو. بعض الاسئله بيقول العكس فنقول فولس. بيقول هنا the electric potential cannot be calculated from the electric field. احنا عارفين الالكتريك الالكتريك فيلد بيساوي ماينس اشتقاق ال V بالنسبة لل dr. طب وال V تكامل ال E dr, فالاتنين مرتبطين مع بعض باشتقاق وتكامل, فالاتنين بتحسبوا من بعض. الالكتريك بوتنشال اللي هو ال V cannot be calculated, لا ممكن نحسبه بتكامل ال E الالكتريك فيلد dr, نقدر نحسبه. ولو عندنا ال V نشتق بالنسبة لل R يديني الالكتريك فيلد. فخلينا نقول هو لو يقصد, طبعا لو هو مديني معادله البوتنشال اقدر اشتق على طول اجيب الايه, فمش محتاج معلومات اضافيه. لو احنا عايزين نجيب الالكتريك بوتنشال لازم اكامل الاي بالنسبه للدي ار سواء في اتجاه اكس او واي او زد, فهم العكس بعض, واحده اشتقاق واحده تكامل. نحسبهم من بعض, نحسبهم من بعض, بس طبعا لازم يكون مديني حدود التكامل من A لA عشان اجيب الفرق. يعني لكن لو اداني مثلا معادله كده قال لي مثلا الاي بيساوي 10, مش هقدر احسب البوتنشال بكام عند نقطه. اقدر احسب الفرق بين نقطتين, البوتنشال الفرق بينهم بالتكامل, تكامل ونكون عارفين المسافه اللي بينهم. هل الكتريك بوتنشال cannot be calculated from the electric field؟ لو بيقصد عند نقطه وعارف الالكتريك فيلد اكيد مش هقدر اعرف الالكتريك بوتنشال, يبقى الكلام ده ترو. لكن ان جنرال لو عندي معادله الالكتريك فيلد اكملها اجيب الالكتريك بوتنشال. فالسؤال فيه الاثنين, يعني فيه الترو والفولس, كل واحد بقى يحاول يفهم الدكتور يقصد ايه ويجاوب على قد فهمه. لو احنا عندنا قيمه الالكتريك فيلد ما اقدرش اعرف الالكتريك بوتنشال مباشره, لكن لو عندي الكتريك فيلد ماشي من نقطه لنقطه او معادلته فبالتكامل اقدر اجيب الكتريك بوتنشال. فهو يقصد ايه اللي حاطط السؤال, محتاجين نفهم قصده عشان نقول ترو او فولس. نفس الشيء لو عندي بوتنشال في عند نقطه ما اقدرش اقدر احسب, ما اقدرش اقول الكتريك فيلد بكذا مباشره, لا, لكن لو عندي معادله الكتريك بوتنشال اقدر اشتقها فاجيب الالكتريك فيلد. فبرضه نفس الشيء, يعني دي اجيبها من دي ودي اجيبها من دي, في تكامل وفي ديفرنشيشن على حسب هو مديني معادله ولا مديني قيم. لو قيم صماء لا ما اقدرش اجيب يعني ما اقدرش اجيب الفي من الاي او الاي من الفي. لو عندي قيمه عند نقطه ما
اقدرش الا اكون عارف اصل ده جاي منين، شحنه ومسافتها كام، ساعتها اه. فالجمله بشكل عام ما تنفعش في كل الحالات، لكن كمفهوم ككونسبت اه الاثنين مرتبطين مع بعض بتكامل وتفاضل باشتقاق ديفرنشيشن وانتجريشن. فكل واحد بقى يشوف مرتاح لايه ويجاوب على حسب فهمه، يعني فهمه الدكتور عايز ايه. ممكن يكون مثلا اتعرض للدكتور الكلام ده في المحاضره وقال مثلا اقدر احسب ده من ده بالانتجريشن او بالاشتقاق على حسب يعني هو بيحسب ايه، فممكن يكون قال كده. او ممكن يقول لو احنا عندنا قيم ما اقدرش احسب، فحسب انت يعني شعورك الدكتور عايز ايه. بيقول any two conductors connected by a conducting wire will have the same electric potential. يعني عندي two spheres مثلا او اي two conductors disks rings اي حاجه وصلت بينهم بواير، بيفضل انتقال للشحنه من الى من الى ايه؟ من الاعلى بوتنشال للاقل بوتنشال. طب امتى يتوقف انتقال الشحنه؟ لما البوتنشال يتساوي. فبعد التوصيل بعد مده البوتنشال هيتساوى؟ اه طبعا. ويل هاف ذا سيم الكتريك بوتنشال؟ ايوه هيتساوى بعد شويه لغايه يعني يفضل الشحنه تنتقل من الاعلى بوتنشال للاقل بوتنشال لغايه ما يتساوى البوتنشال فتوقف. فلو في واير بينهم بعد مده الاثنين يبقوا نفس البوتنشال. We consider the equipotential surfaces around the positive charge and another negative as shown in the figure. The electric potential at point A is equal to. هنا مديني شحنة موجبة وشحنة سالبة. بعدين مديني خطوط equipotential surface، خلاص ماليش علاقة بقى بالشحنات. الرقم اللي موجود على السيرفيس هو ده البوتنشال بتاع كل النقاط اللي على السيرفيس. فنقطة A موجودة على السيرفيس ده يعني 2.5 فولت، بغض النظر عن باقي القيم، بغض النظر عن البوزيتيف والنيجاتيف، ده ايكوي بوتنشال سيرفيس، معناته ان كل البوتنشال اللي عليه نفس القيمة، فهو 2.5 نقطة A على الايكوي بوتنشال سيرفيس الخارجي ده عن اللي بيحيط بالتشارج بي. فنقطة A البوتنشال بتاعها 2.5، لو سألني عن نقطة B يبقى 8.2، لو سألني عن نقطة C يبقى 1.9 بالسالب، لو سألني عن نقطة دي يبقى -6.2. فحسب السؤال اللي جاي لك ايه اختار السيرفيس اللي عليه النقطة وقول قيمته بس من غير لا جمع ولا طرح. We'll consider a solid conducting sphere of radius r and total charge q. Point P is located inside the sphere. عندنا sphere conducting وsolid، يبقى الشحنة كلها موجودة على السطح، معناه مفيش electric field جوه الكرة ولكن في الكتريك بوتنشال كي كيو على الكابيتال ار. هو بيسالني نقطة بي اللي جوه دي وات ذا فولوينج از كوريكت اباوت ذا الكتريك بوتنشال. طالب الفي، الفي بتساوي كي، اي نقطة داخل الكوندكتنج سفير بتساوي كي في كيو على ار كابيتال. كل النقاط اللي جوه الكوندكتنج سفير ليها نفس البوتنشال كي كيو على ار ثابت وملهاش الكتريك فيلد. فلو سالني على الكتريك فيلد اقول له صفر، لو سالني على الكتريك بوتنشال اقول له ثابت وقيمته كي كيو على ار. هل هو بصفر؟ لا مش بصفر، هو ليه قيمه، هي كي في كيو، كي في كيو دي على ار. كل النقاط اللي جوه السيرفيس بتاع السفير بغض النظر هي سنتر ولا نقطه ولا خارجيه او حتى يكون على السطح كله بنفس القيمه كي كيو على ار. بولي تو تشارجز ار بليست ات ا ديستانس ار ابارت، في شحنتين بينهم ار. If the distance between the charges doubled، المسافة اتضاعفت، the electric potential energy will be، احنا عارفين ان ال electric potential energy بيساوي k q1 q2 على r. هو بيقول لي ال k طبعا k ده ثابت وال q1 وال q ما اتغيروش، ال r هي اللي دبل، بدل ما اقسم على r هقسم على 2r. لما بقسم على الدبل يطلع النص الناتج، يعني انت لو بتقسم على 5 طلعت قيمة، قسمت على 10 يطلع نص القيمة الأولانية. فطالما ان الار اتضاعفت يبقى البوتنشال هيبقى النص، يبقى هاف الاختيار الاولاني. طبعا لو كان قال لي المسافه دبلت، لان المسافه قال لي دبلت، لو قال لي المسافه بقى العكس هاف، ساعتها بدل ما اقسم على ار اقسم على ار على 2، فالاثنين مقام الارقام تطلع فوق، ساعتها يبقى دبلت. يبقى لو المسافه اتضاعفت الانرجي تبقى النص، لو المسافه اتقسمت بقت النص بوتنشال انرجي يزيد يبقى الضعف، حسب برضو السؤال بيجي لك ازاي. The expression of the electric potential is given by
اديني equation ذات ال x وال y وال z. واللي what is the x component of the electric field vector اللي هو Ex. طبعا Ex او ال Ey او ال Ez اي E عبارة عن minus اشتقاق ال V بالنسبة للمتجه اللي احنا بنحسب electric field له. نحسب للx يبقى بنشتق بالنسبة للx minus اشتقاق معادلة ال V بالنسبة للx. تعالوا نشتق الماينس موجودة بره اللي هي دي، وبعدين نفتح قوس الماينس دي موجودة، و 3x تربيع تبقى 6x، طبعا زد تربيع ده كأنه كونستنت، تبقى 6 ماينس 6x زد تربيع، وهنا 2 تنزل يبقى ماينس 4x. هنا مفيش x فاشتقاقها بصفر، فالناتج طبعا الجزء الأخير ده بصفر، نضرب بقى الماينس يبقى 6x زد تربيع و 4x، 6x زد تربيع و 4x اللي هو البار اللي هو الاختيار الأولاني. طبعا الاختيار ده غلط لان اللي هينسى شرط الماينس دي هيطلعه كده، الاختيار ده غلط. الواي ده واي كومبوننت اوف ذا الكتريك فيلد اي واي، نفس الشيء اشتق بالنسبه للواي ده صفر ما فيهوش واي، وده صفر يبقى ماينس في ماينس في القانون، وهنا في ماينس 4 واي يبقى 4 واي اهو، ماينس بره والحته دي شقاقها ماينس 4 واي يبقى كله 4 واي اختيار الاولاني. طيب بيقول وات ذا زد، وات ذا زد كومبوننت اي زد، نفس الشيء انا اشتق بالنسبه للزد هنا ماينس 3 اكس تربيع، و2 زد دي تنزل ل2 يبقى ماينس 6 اكس تربيع زد، وده مالوش وده مالوش، طبعا في ماينس بره يبقى 6، 6 اكس تربيع زد، 6 اكس تربيع زد، الماينس اللي بره وادي الماينس اللي اتضربوا في بعض بقى 6 اكس تربيع زد اللي هي الاختيار الثالث. بعدين هو مديني ايه من عنده، بيقول لي الاي بتساوي ماينس 4 اكس تربيع اي ماينس 4 واي تربيع جي ماينس 2 زد تربيع كي، بيقول لي اديني الالكتريك فيلد ومديني احداثيات البي، اعوض بالثلاث قيم دول هنا يبقى ماينس 4 في ماينس 2 تربيع، يعني ماينس 4 في 4 يبقى ماينس 16 اي، هنا ماينس 4 في 3 تربيع يعني ماينس 4 في 9 ماينس 36 جي، والزد بصفر فأي حاجة بصفر بصفر يبقى زد، يبقى الزد بصفر. وحدة الإيه؟ فولت بير متر أو نيوتن بير كولوم، كلاهما صح. مديني العكس، مديني الإيه عكس سؤال الجزء الأولاني اللي هو مديني الإيه وطالب الفي اللي هو التكامل، إحنا كنا بنشتق عايزين بقى نكامل دلوقتي، فمديني الإيه في 3 directions وبيقول لي what is the electric potential difference along x axis بس between minus 1، طالما along x axis اخد بس component اللي مع ال i ماليش علاقه بالباقي ده، فكامل دي ف minus 4 x تربيع تكاملها من الى حسب هو عايز منين لمنين، عايز between minus 1 ل 1 minus 1 ل 1 التكامل integration minus e دي اكس، لو كان عايز الدلتا في في اتجاه الواي كنت قلت ماينس اي واي دي واي وهكذا، فماينس دي موجوده الاي اكس واضح كده ان في غلطه السالب ولا ايه، المفروض الاشاره الماينس دي المفروض تطلع بره هنا، وبعدين هنا كمان في ماينس فماينس 4 اكس تربيع تكاملها اي ماينس 4، الماينس 4 دي موجوده واكس تربيع تبقى تكعيب على 3 من ماينس 1 ل 1، ما ننساش ان هنا في ماينس، انا نسيت احطها. طيب الماينس 4 تطلع بره في الماينس المفروض تبقى بلس 4، ففي برضه غلطه هنا، بلس 4. فده بلس وده بلس، انا نسيت الماينس اللي بره دي اللي جوه دي المفروض اطلعها بره. وهنا في ماينس ثاني، فهنا في ماينس وهنا في ماينس، فالحته دي تكاملها انا بتكلم عن حته جزء بقى ده، ماينس 4 طلعت بره. بعدين اكس تكعيب على 3 من ماينس 1 ل 1، احط الواحد الاول يطلع تلت، الماينس 1 في ماينس 1 في ماينس 1 يعني يطلع ماينس 1 على 3، ده ناقص ده، فتلت ماينس ماينس تطلع تلتين، فتلتين في 4 يبقى 8 على 3، ف 8 على 3 بس نسيت اشاره الماينس اللي هنا، يبقى هنا الماينس دي المفروض تبقى بلس بلس وده بلس، يبقى الناتج بلس 8 اوفر 3 وليس ماينس. مرة تانية نسيت الماينس دي، حطها هنا بره،
طلع ماينس 4 يبقى بلس 4، وهنا التكامل اكس يبقى على 3 من 1 من ماينس 1 ل 1، يعني نعوض مره بالواحد ومره بالماينس 1 وبينهم اشاره سالب، هنا تلت وهنا ماينس وهنا ماينس 1 على 3، فماينس ماينس بلس يبقى تلتين، المفروض 4 يبقى 8 على 3، احط هنا اشاره بلس وهنا بلس وهنا بلس، وهنا كان في ماينس زياده انا كنت ناسي. A small sphere of charge 8 microcoulomb hangs by a thin wire between two parallel infinite plates اللي هما الاثنين دول of charge separated by a distance 91 سنتيمتر يعني 0.91 متر. The plates are insulating and have charge densities plus sigma و minus sigma أو العكس. At the equilibrium the sphere is exposed to an electric force magnitude اللي هي الكرة دي ومديني قيمتها. طبعا اتجاهها يمين لانها مشيت يمين، الكتريك فورس زقت الكره يمين فالفورس يمين كده، والشحنه موجبه 8 مايكرو كولوم، معنى كده ان الكتريك فيلد ماشيه من بليت 1 لبليت 2، يعني الشحنه الموجبه تروح مع الكتريك فيلد، الكتريك فورس نفس اتجاه الكتريك فيلد طالما ان الشحنه بوزيتيف. طيب الشحنه نيجاتيف العكس طبعا، احنا عندنا شحنه بوزيتيف والفورس يمين، معناه كده ان الالكتريك فيلد نفس الشيء يمين، طالما بوزيتيف الفورس يمين يبقى الالكتريك فيلد يمين، لو الشحنه نيجاتيف كان معناه ان الالكتريك فيلد العكس. طيب وايه المطلوب في البارت ايه؟ بيقول لي which of the plates carries the positive charge density plus sigma، طبعا بليت 1 هو اللي بوزيتيف وده نيجاتيف، عشان كده قلت الالكتريك فيلد رايحه من البوزيتيف للنيجاتيف يمين، والشحنة الموجبة راحت مع يمين نتيجة الفورس اللي هي الإلكتريك فورس. بيسألني عن قيمة الإلكتريك فيلد، إديني النت إلكتريك فيلد، وإحنا عارفين إن الفورس بيساوي الشحنة في الإلكتريك فيلد. الفورس إداني مباشرة 5 × 8 = 10 × 5، الشحنة 8 × 10 = 6، أقسم ده على ده إديني الإلكتريك فيلد مباشرة نيوتن بير كولوم 7.3، يعني تعويض في الفورمولا ليس إلا. في البارت الثالث بيقول لي find the value of the charge density sigma، احنا عارفين ان الالكتريك فيلد بيساوي سيجما على ايبسلون نوت، فالاي عندي ب 7.3 والايبسلون 8.854 × 10^12 اضربهم في بعض يديني التشارج دنسيتي على كل بليت، طبعا 6.4 × 10^11 كولوم بير متر سكوير، لو قال لي سالب سيجما كنت حطيت سالب، موجب سيجما يبقى هي موجب، طبعا هنا موجب وهنا سالب ونفس القيمة. الجزء الأخير بيقول لي assuming that the electric potential on plate 1 اللي هو البوتنشال الأعلى ب 80 find the electric potential on plate 2، طبعا هيبقى أقل، البوتنشال أعلى على البوزيتيف وأقل على النيجاتيف، خطوط الإلكتريك فيلد بتمشي من الهاير بوتنشال لللور بوتنشال، فالدلتا في بتساوي الإي في الدي. اللي عندنا 7.3 والمسافة بينهم 0.91، يبقى الفرق في البوتنشال بين البليت الأولاني والثاني 6.64، بما أن الأولاني اللي هو الكبير 80 يبقى الثاني أشيل منه الفرق، ف 80 ناقص الدلتا في يديني الفي 2 اللي هو على النيجاتيف بليت، يبقى البوزيتيف بليت عليه 80 أكبر بوتنشال أعلى، والبليت 2 عليه أقل اللي هو 73. آخر بارت بيقول لي what is the magnitude of the net electric field on the right side from the two plates right أو left، نفس الشيء طالما عندنا ده positive وهنا negative يبقى الإلكتريك فيلد طالع الـ E1 رايح يمين دايما، هنا E1 طالع يمين في الجزء اليمين، طالع يسار في الجزء اليسار، بتخرج من الـ positive charge أو الـ positive plate، فالـ E1 في اتجاه اليمين دايما رايح يمين، يسار رايح يسار لان ده بوزيتيف فخارج منه، النيجاتيف بليت يسحب على الالكتريك فيلد ففي الاتجاه اليسار يكون رايح عليه، ادي اي 2 اهي وده اي 2، الجزء اليمين رايح عليه فادي الاي 2، طبعا القيم متساويه الشحنات على البوزيتيف والنيجاتيف نفس الشيء، في النص بيتجمعوا كل واحد عباره عن سيجما 2 ابسلون على 2 ابسلون نوت، فبيتجمعوا بقى سيجما على ابسلون نوت، طب هنا بيتضادوا وهنا بيتضادوا،
فلو قال لي right of the two plates أو left of the two plates عكس بعض ونفس القيمة، المسافات ما بتفرقش معانا، هو سيجما على 2 ايبسيلون نوت طالما انفينيت، فده يكنسل ده وده يكنسل ده، فهنا بصفر وهنا بصفر. فلو قال لي on the right side أو left side كلاهما بصفر، مفيش إلكتريك. A single isolated pointed charge is carrying charge 8 نانو كولوم، هي الشحنة دي اللي عند المركز. في عندنا two spheres، واحدة بنص قطر R1 واحدة بنص قطر R2. Well, as shown in the figure, two equipotential surfaces consist of two spheres centered on the pointed charge. Sphere 1 الريديوس بتاعها 4 سنتيمتر، وسفير 2 ال R2 أكبر بس مش معروف كام، وال R2 is unknown. We'll find V1 the electric potential on surface sphere 1. عادي ال V1 بيساوي K في Q على R، عندنا K ب 9 في 10 أس 9، ال Q الشحنة اللي اداني 8 في 10 أس سالب 9 لأنها نانو، طبعا بإشارتها هي موجبة فحطيت موجب، على المسافة اللي هي 4 متر فطلع 18 فولت. ده الجزء الاولاني. بعدين خلوا الحته دي دلوقتي، المفروض دي مع دي. بيقول if sphere 2 is separated from sphere 1 اللي هو ده من ده by difference potential delta V 17.5، يعني الفرق بينه 17.5. بيقول find R2 the radius of sphere 2. احنا عندنا سفير 1 عليها بوتنشال 18، طبعا السفير 1 بوتنشال بتاعها اكبر من السفير 2 لان اقرب لشحنه موجبه، العكس في حاله الشحنه السالبه، وبالتالي الدلتا في 17.5، يبقى السفير 2 اقل من السفير 1 ب 17.5، وبالتالي الفي 2 18 ناقص 17.5 يعني نص. الحته دي هتيجي هنا كده. بيقول لي اديني الار 2، طبق نفس القانون، الفي 2 بتساوي كي في كيو على ار 2. ال V2 بنص، ليه؟ لأن هي 18 ناقص 17 ونص يبقى نص، يبقى نص ده البوتنشال على سفير 2، على الإيكو بوتنشال سيرفيس اللي اسمه سفير 2. الكي أهي والشحنة نفسها ما اتغيرتش، والآر هي R2 يعني، هنا R2 خلوا دي R2 هنا، يعني القانون R يبقى دي R2 اللي هي الحتة دي R2، طلعت 144 متر. يعني لو ضربت 9 في 10 9 في 8 في 10 سالب 9 على 144 هيطلع نص، اللي هو نص فولت اللي موجود على السفير 2. بعدين بيقول لي find the work required to bring an electron from sphere 2 لsphere 1. بيقول required مش exerted by the electric field، electric field لا، بيقول required من بره يعني. Considering ان delta V 17.5، الدلتا ورك بيساوي ال Q في دلتا V، حيث الدلتا V اللي رايح له النهائي ناقص الابتدائي. النهائي بالنسبة لنا هو ينقله من 2 ل 1. يبقى النهائي واحد، اتنين لواحد، يبقى النهائي واحد والابتدائي اتنين. لو كان العكس من سفير 1 لسفير 2 كنت قلت في 2 ناقص في 1، ومفيش إشارة سالب ليه؟ لأن ده required، لكن لو قال لي exerted by the electric field يبقى ساعتها أحط ماينس، ساعتها الدلتا ورك يساوي ماينس دلتا يو. طب هو قال لي required يبقى كيو في دلتا في، حيث ال V الفاينل ناقص الانيشال. الشحنة لو حطها بإشارتها سالبة، والدلتا في ال V1 ناقص V2، هو قال لي إن ال V1 أعلى من ال V2 ب 17.5، طبعا موجب، ال V1 أكبر من V2، فالحتة دي موجبة. أضربهم في بعض يديني ماينس 2.8 في 10 أس سالب 18. هل في ورك ريكوايرد؟ لا مفيش ورك ريكوايرد، ده في ورك أكوايرد، ورك كسبناه. دلتا ورك إز نوت ريكوايرد بات جين، كسبناه أو أكوايرد. يبقى إحنا خدنا بوتنشال لو كان موجب معناه كان مطلوب ان احنا نبذله، سالب معناته ان احنا هنكتسبه. ليه؟ لان الشحنه السالبه عايزه تروح للشحنه الموجبه. البوتنشال هنا كبير، انا لو فصلتهم عن بعض ففي بوتنشال، كل ما ابعد يبقى في بوتنشال اكبر. ليه؟ لان حاصل ضربهم سالب، فكل لما طبعا الار بتزيد القيمه بتقل، ولكن بتقل في اشاره سالب فكانها بتزيد، فكل ما ابعدهم البوتنشال بيزيد، لما اقربهم البوتنشال بيقل فبكسب ورك، لان الالكترون هواه ان هو يروح للبروتون، سالب يروح للموجب، وبالتالي احنا لما بنقرب بنكسب ورك.
فهو الدلتا ورك مش ريكوايرد، صار اكوايرد كسبناه او جين. ليه؟ لان طلع بالسالب. لو طلع بالموجب كان يبقى ريكوايرد، لو طلع بالسالب معناه ان هو اكوايرد او جين.